بكم من جديد مشاهدينا. ننتقل الآن إلى بعض المقاطع التي تداولها الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت رواجا خلال هذا الأسبوع، ونبدأ مع هذا المقطع حيث فضل زوجان في تركيا قضاء ليلة العمر في توزيع الطعام على الألاف من اللاجئين السوريين. فتحلى أوزموك أوغلو وإسراء بولات وزعا الطعام على 4000 لاجئ في حفل زفافهما بمدينة كيلس التركية. نتابع. مع ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة في الأردن وفي مخيم الزعتري على وجه الخصوص، قام أحد السوريين بقلي بيضة دون استخدام النار، وذلك لإثبات الوضع المأساوي الذي يعيشونه. نتابع. هسه احنا قاعدين بالزعتري حاليا، شو البيضة شلون بنقلي على الشمس، صرنا نقلي البيضة بدون غاز عادي. شايفتون دغري بتصير. جاهزة البيضة هسه، بس نطلع الشمس 5 دقائق. مع شوية ملح يا معلم، مع شوية فلفل وخلاص جاهزة. بيض عيون، بيض عيون تطلع. حلو مكنيكم. والله السعر وضع بالزعتر حاليا هيش، احنا قاعدين بنقلي بيض عيون، بنقلي كل شيء، نسلك سلق اذا بدكم. طريقة قلي البيض بالزعتري. أظهر تسجيل فيديو مسرب تعرض الساعد نجل معمر القذافي لتعذيب في أحد سجون العاصمة الليبية طرابلس. التسجيل حصد مشاهدات عالية هذا الأسبوع. نتابع. ليش ولا؟ معلومات انت تسمع من النشرات وتقول لي معلومات. والله لا الله اصلا لما كذبت عليكم تعرف في 4 طبوات زي اللي في حاله. هو بالضبط يا دوار اسكت. في 4 طبوات وفي 7 تقول انا قاعد مزين البره شاقدين عليك. ما هي قاعد مزين ال7؟ لكن ما كذبتش عليك. كتب فيها باك بربيك، ادير لي تليفون تقول لي توا، قول لي يجيني من عندي عشان اعطيه، ولا تباب التريس وانت قاعد مستوى. اه بس مرق لبيش والشفاله لبي والشفاله خالد. وش ما عندي في طرابلس عليك يتحركوا. هيا قفلوا. رحلة طيران كاثاي باسيفيك 84 كانت في طريقها من هونغ كونغ إلى لوس أنجلوس عندما وقع خطأ في الطائرة، ثم فشاب يدعى إيثن صور تجربة هذه الطائرة من الداخل. نتابع. So that's really good news, guys. We're diving to Shenyang, and it's going to be a normal landing, not a water landing. So that's really good news, but still don't know why. But it doesn't really matter. I suppose as long as we land okay. We're going to be landing in 10 minutes. استيقظ سكان مدينة نيويورك الذين يعيشون في حي بروكلين الثلاثاء ليشاهدوا فجوة عملاقة وقد ابتلعت قسما كبيرا من الطريق. دائرة الإطفاء قالت إن الفجوة ناجمة عن عملية الحث التدريجية. نتابع.
ونختم بهذا المقطع، حيث قام نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتنكر بهيئة متسول ونزل إلى شوارع العاصمة الإسبانية، ولم يحظى المتنكر بأي اهتمام من قبل المارة، حتى حاول الحصول على رقم هاتف فتاة فرفضت. إليكم ما جرى. ¿Quieres dar el número de teléfono? No. Ah, bien. Muy bien. مستمرون معكم ونتابع. ماذا قال السوريون لبرنامج ألو سوريا أخير الد؟ نتابع معكم في المحور الأخير.